وزي ما البدو البحيرة عادات وتقاليد وملابس وأكلات ولهجة، لهم كمان فنانين بيعبروا عنهم وعن حياتهم. بس غلبك هو طبعا ابن الوز عوام. ابن الوز عوام ده بترتجلوه على المسرح ولا بتألفوه قبلها يعني بتستعدوا له؟ لا لا لا، قدام جمهورك بتشوف ايه اللي بيحصل في الفرح قدامك. يعني الله يكرمك، لو صاروخ من الصواريخ اللي هو البتاع ده ضرب وولع وعمل حاجه والناس فجعت الناس، انا ممكن نغني عليه وانا ماسك المسرح. قول لي، ده الفن ده قديم ولا جديد؟ يعني فكرة التحديات، الغنى البدوي هو بدأ، يعني هو بداية التحديات. كان الأول الصبية اللي هو دج الكف العرب، الفرح يقعد شهر وفي الحجاج الرملوية، نقول عليها الرملوية، والناس الثانية تقول الحجالة، والناس تقول الرقاصة. الصبية دي تخش والصبية دي تطلع، صبية العزايم، صبية الحويتة، صبية العوامة، صبية الجماعات، صواب دي كل الصبية تاخد ساعة، يبقى فيه مكسرة، ده يغني وده يرد عليه. انت بادئ من سنة في الثمانينات صح؟ انا 84. جات لك منين ان انت تبقى فنان وتحضر افراح وحفلات؟ موهبة في الانسان استغلها. كان فيها متاعب وفيها صعوبات، ولكن طالما انت موهوب الشيء لازم توصل له. طب قول لي، انت حضرتك عندك كام ابن؟ عندي اربعة. اربعة؟ اربعة. اشمعنى خميس بس اللي غنى؟ خميس فرض نفسه، موهوب برضه، بس هو عداك خد بالك. طبعا دي حاجه يعني. بس عداك ليه بقى؟ هو عداني لان انا تلقيت صعوبات. اولا هو موهوب وفيه البركه وابن حلال، مش عشان مو قاعد يعني. هو المشكله بيني وبينه ان هو زملكاوي وانا اهلاوي، بس كده يعني. كده تمام، بيني وبينه دي يعني سهله دي. تمام، هو بيشجع الزمالك عم بيشجعوش مصر مع بعض. لكن هو انسان موهوب. مع ان والدك فنان قديم في الغنى البدوي، لكن الجماهيريه اللي انت حققتها كانت اكبر. يعني انت فيديوهاتك، انا شفت لك فيديوهات على اليوتيوب معديه الملايين.
هو في الاول توفيق من ربنا سبحانه وتعالى طبعا مع اجتهاد عملك. اجتهدت على السوق، السوق عايز ايه، عايز دويتو في كذا، عايز اغنيه عاطفيه في الوقت ده، اختيارات اغانيه، الاختيار بتاع الغنى بتاعي في وقته بينزل امتى، الظروف، بنشوف الناس عايز ايه في السوق، الناس متعطشه ليه. انت بتغني اللي عايزاه الناس ولا اللي انت عايزه تغنيه؟ اللي عايزاه الناس، اللي هيوصل للجمهور. ايه مين بيألف لك اغانيك؟ تأليف انا، واحيانا بنستند على الحاج طبعا، ده القرار عشان هو شاعر شاعر. انا عارف ان هو شاعر كبيره بالنسبه قوي جدا يعني. ولكن وانا في بدايتي قال لي لازما يجب انك تكون شاعر، شاعر مسرح وشاعر كتابي لنفسك، لان انت لما تصيغ حاجتك بنفسك محدش هيعملها لك غير انت. انت لما تيجي تكتب اغنيه هتكتبها على اللي انت حاسه. اغنيه زي قاضي انت اللي كاتبها مثلا؟ محضر يا قاضي دي كلمات الحاج. قلت عن حزبوها بالقلم والورقة ونعاود حساباتي وعيد حسابها. شوف في غيابك تم حزني يرقى، وشوف في غيابي كيف تفرح بابا. افتح واكتب لي محضر يا قاضي، ردها وتردني وبوها مش راضي. افتح واكتب لي محضر يا قاضي، ردها وتردني وبوها مش راضي. اكتب في المحضر بوها متعاصي، موزوز علي ولا متواصي. اكتب في المحضر بوها متعاصي، موزوز علي ولا متواصي. ولا كارهني قامتني فاضي، ولا طمعان موالو اواوي.